America has decided to go another way. Joe Biden هو الرئيس الآن لهذه الفترة. The decision desk is calling Arizona for Joe Biden. ظهور عدد من اللقاحات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في هذا الزمن القياسي يطرح. فرقة جديدة استقبل العالم نبأ وفاة أسطورة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا. This video captured the moments when a pile of ضرب زلزال مدينة أزمير التركية. هي آخر الأخبار القادمة من أزمير ومن المناطق. من وقع على كنيسة يهودي في العاصمة. The first manned orbital mission in nearly a decade. هي تابعة للنظام السوري. We turn now to Spain, one of the epicenters of the. لصالح تهمة عزل الرئيس الأولى. الإلكتروني كان شعارهم العراق ينتفض. الفيضانات في السودان تصل أرقاما قياسية. Avianca Airlines taken under by the coronavirus. تشهد الهند مثيلا لها خلال السنوات العشر الأخيرة. القدم العراقية أحمد راضي عن عمر. الممثل والفنان المصري حسن حسني في ساعة المباراة. قد رحلت الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن عمر ناهز 86 عاما. إن منع الصلاة ليس بالأمر الهين على من تعود رفع الآذان. وقعت دولة الإمارات والبحرين اتفاقيتي سلام مع إسرائيل برعاية أمريكية. ولا نزال في ملف التطبيع مع إسرائيل، لكن في السودان إن اتفاق تل أبيب والرباط على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة إنجاز تاريخي. الديوان الأميري الكويتي وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح صاحب الجلالة السلطان قابوس رئيس المصري الأسبق حسني مبارك توفي معلم عن 79 to move on. So let's الحديث عما يعرف بمسألة التاريخ. Everything was done to try to learn how to become a better basketball player. COVID-19 can be characterized as a pandemic. The eerie stillness of Cabargo, the silence. حيث أكد الحرس الثوري الإيراني إذا مقتل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني في هجوم لمروحيات أمريكية في العراق. Don't try to understand it. Feel it.